الفيزياء للصف التاسع. رح نبلش بالفصل السادس يلي بيحكي لنا عن الحرارة والاتزان الحراري. هذا الموضوع ما أخذنا عنه سابقا، رح نبلش بموضوع جديد. بالفصل الماضي بلشنا ناخذ عن الميكانيكا وأخذنا عن الشغل وما يخص الشغل وطاقة الحركة وطاقة الوضع. اليوم رح نبلش بموضوع جديد هو الحرارة. لما نيجي نحكي درجة الحرارة، درجة الحرارة لما نيجي نعرفها هي خصيصة للجسم، يعني إشي بخص الجسم، خاصية الجسم بتحدد اكتسابه للحرارة أو فقدانه لها عند اتصاله بأجسام أخرى. يعني شو معنى هذا الحكي؟ يعني لما جسم يتصل مع جسم آخر فالحرارة رح تنتقل عندي من جسم لجسم آخر. شو اللي بيحدد هذا الإشي؟ هذا اللي بيحدده درجة حرارة الجسمين. فالحرارة بتنتقل من جسم يلي درجة حرارته أعلى لجسم يلي درجة حرارته أقل. درجة الحرارة لما نيجي نقيسها بإيدينا بتكون تقريبا إحنا عم نحكي عن إشي نسبي، إشي مش صحيح 100%. يعني لو فرضنا إنه في شخص مريض، شخص جالس بغرفة وكان مريض وإجا شخص بنفس الغرفة حط إيده على جبينه، رح يحس إنه درجة حرارته مرتفعة، رح يحكي له إنه درجة حرارتك مرتفعة. نيجي لشخص آخر كان مثلا عنا عم يلعب تمارين رياضية إيش بده يقيس درجة حرارته وحط إيده على جبينه رح يشوف إنه درجة حرارته مش مرتفعة. فهذا الإشي بسميه نسبي، يعني حسب درجة حرارة أجسامنا ممكن إحنا نعرف شو درجة حرارة الجسم الآخر، بس ما بيكون صحيح 100%. طيب عندي هون مثال، عندي هون مثال. لو عندي كان جسم درجة حرارته 70 وجسم آخر درجة حرارته 30، وهدول الجسمين قمنا باتصالهم مع بعض، يعني قربناهم من بعض، فالحرارة رح تنتقل من الجسم إلى درجة حرارته عالية للجسم إلى درجة حرارته أقل. يعني من الجسم إلى درجة حرارته 70 رح تنتقل عندي الحرارة للجسم إلى درجة حرارته 30. يعني هون اتجاه السهم بدللي على اتجاه انتقال الحرارة، كيف الحرارة رح تنتقل بين الجسمين. عندي هون تنتقل الحرارة من الجسم الساخن اللي هو درجة حرارته 70 للجسم البارد، ولذلك تنخفض درجة حرارة في الأول، يعني يلي درجة حرارته 70 رح يعطي حرارة لدرجة حرارته 30، فبذلك رح تنخفض درجة حرارة 70 وترتفع في الثاني. هاي الحرارة يلي فقدتها الجسم الأول أو فقدها الجسم الأول رح تنتقل للجسم الثاني، فرح ترتفع درجة حرارة الجسم الثاني حتى تتساويا، يعني رح تتساوى درجة حرارة الأول ودرجة حرارة الثاني. هون بنقول إنه الجسمين وصلا إلى حالة اتزان حراري، يعني الجسمين صار في عندهم حالة اتزان حراري. بحالة الاتزان الحراري ما بيتوقف عندي انتقال الحرارة، بل بيصير متساوي في الطرفين، يعني الجسم الأول بيعطي حرارة نفس ما الجسم الثاني بيعطي حرارة. يعني هنا عندما تصل درجة حرارة الجسم الأول 50 سيليسيوس ودرجة حرارة الجسم الثاني 50 سيليسيوس، هنا بنوصل لحالة اتزان حراري. عندي هون تمرين. رتب الأجسام التالية من حيث درجة حرارتها، علما أن الأسهم تدل على اتجاه انتقال الحرارة، يعني الأسهم هون بتدل لي كيف الحرارة عم تنتقل. نيجي أول إشي لجسم ألف. الجسم الألف إذا منلاحظ هون عم يعطي حرارة لباء وعم يعطي حرارة لجيم، يعني عم يخسر حرارة، يعني ما حدا عم يعطي، فبالتالي رح يكون أعلى درجة حرارة لأنه هو عم يعطي فقط. فبنيجي بنحكي إنه دال ألف، إنه درجة حرارة ألف دال بسميها إنه درجة حرارة، فدرجة حرارة ألف رح تكون أعلى درجة حرارة، أعلى درجة حرارة. حكينا لأنه هو عم يعطي الجسمين حرارة فهو بده يفقد، مثل هون السبعين كيف أعطانا، فهو كانت درجة حرارته أعلى، هون الألف عم يعطي الجسمين فدرجة حرارته رح تكون أعلى درجة حرارة بين الأجسام. طب نيجي على الجسم جيم. جسم جيم مش عم يعطي، عم ياخد فقط، بياخد حرارة، فدرجة حرارته رح تكون أقل درجة حرارة بين الأجسام. يعني عرفنا كمان معلومة إنه دال جيم درجة حرارة جيم عندي أقل درجة حرارة. حكينا لأنه هو أخذ حرارة من باء وأخذ حرارة من ألف، فدرجة حرارته رح تكون أقل درجة حرارة، وباء بياخذ من ألف وبيعطي جيم، فرح تكون درجة حرارته اللي هي ما بين ألف وجيم. فلما نيجي نرتبهم بنحكي درجة حرارة ألف أكبر من درجة حرارة باء وأكبر من درجة حرارة جيم. يعني نرجع نعيد، حكينا ألف
بيعطي الأجسام التنين اللي هو جسم باء وجسم ميم، فهو حيكون أعلى درجة حرارة، وجيم أخذ من باء وأخذ من ألف فحيكون أقل درجة حرارة، فرتبناهم إنه درجة حرارة ألف كانت أكبر إشي ودرجة حرارة جيم كانت أقل إشي، وكان ما بينهم اللي هو باء بياخذ من ألف بس بيعطي جيم، فكان هو بالنص ما بين ألف وجيم. نيجي لموضوع الطاقة الحرارية. الطاقة الحرارية أو إذا بنحكي لها حرارة، يعني مصطلح حرارة لحالها، الحرارة أو الطاقة الحرارية هي أحد أشكال الطاقة التي نحصل عليها من التحولات المختلفة للطاقة. كيف يعني؟ يعني الحرارة أو الطاقة الحرارية ما بتيجي لحالها، بتيجي من أحد من تحولات مختلفة للطاقة. يعني بيكون في عندي طاقة أخرى بتتحول لي لطاقة حرارية. الطاقة الحرارية هي أحد أشكال الطاقة، يعني شكل من أشكال الطاقة، مش مثل درجة الحرارة. درجة الحرارة كمقياس، يعني أنا باجي بحكي مثلاً 70 سيليسيوس، 30 سيليسيوس، 50 فهرنهايت، هاي هي درجة الحرارة. درجة الحرارة مقياس. أما الطاقة الحرارية هي شكل من أشكال الطاقة، يعني بقيسها بالجول، يعني هي بتكون بتنتج لي بتحول من التحولات المختلفة للطاقة. يعني لما أجي أحكي عن المصباح الكهربائي، المصباح الكهربائي عندي بتتحول فيه الطاقة من طاقة كهربائية لطاقة حرارية زائد اللي هي الضوء. يعني لما نيجي إحنا مثلاً على المصباح الحراري نيجي نحسه نلمسه، رح نلاقي إنه درجة حرارته مرتفعة. هذا دليل إنه كل أو جزء من الكهرباء يلي وصلت عندي المصباح تحولت لطاقة حرارية، تحولت لطاقة حرارية. ودليل هذا الحكي إنه لو نيجي نلمس المصباح رح نلاقي درجة حرارته مرتفعة. نيجي برضو لمحرك السيارة. محرك السيارة أخذناه بالفصل الخامس، حكى انه في جزء منه بيتحول الطاقه الكيميائيه اللي هي الوقود بالمحرك بيحول لي اياها لطاقه حراريه ضائعه، حكى انها بتطلع من خلال الروديتر، من خلال الاكزوست الى اخره. انه يعني في جزء بالاخر بتحول لي لطاقه حراريه، يعني الطاقه الحراريه ما اجت لوحدها. نيجي الان للدرس الاول من الفصل السادس. بعد ما تكلمنا عن درجه الحراره والطاقه الحراريه، عندي في أدوات بتقيس درجة الحرارة، عندي ثلاث موازين. أول إشي نعرف ميزان الحرارة. ميزان الحرارة أداة تقيس درجة الحرارة بشكل مباشر، وكل منها يعتمد في عمله على تغير إحدى الخصائص الفيزيائية للمادة. هاي مهمة، يعني أي ميزان من هاي الموازين كيف بيقيس درجة الحرارة؟ بيتغير فيه خاصية من خصائص الميزان الفيزيائية عند تغير درجة حرارته. يعني مثلا نيجي للميزان الأول، الميزان الزئبقي أو الكحول. الميزان الزئبقي مبدأ عمله يستخدم سائل الزئبق أو الكحول يتمدد فيزداد حجمه. يعني الزئبق لما يسخن بيتمدد، لما يتمدد بيزداد حجمه، فهون تغيرت الخاصية الفيزيائية إنه ازداد حجم الزئبق بارتفاع درجة حرارته ويتقلص بانخفاضها. فهاي هي الخاصية الفيزيائية اللي تغيرت عندي بالميزان الزئبقي. الميزان الثاني اللي هو الميزان الفلزي، مبدأ عمله طول الشريط الفلزي بارتفاع درجة الحرارة ويتقلص بانخفاضها. يعني الشريط الفلزي هذا كل ما ارتفع درجة الحرارة بيزيد طوله، وكل ما انخفضت بقل طوله. فهاي هي الخاصية الفيزيائية اللي بتتغير عندي في الميزان الفلزي. آخر ميزان هو الميزان الحرارة الكهربائي، مبدأ عمله مبني على خاصية المقاومة، خاصية المقاومة الكهربائية لمرور التيار الكهربائي في الفلز كما في الميزان الطبي. نيجي الآن لأنظمة قياس درجة الحرارة. درجة الحرارة في عندي ثلاث أنظمة بتقيس درجات الحرارة: نظام سيليسيوس، نظام فهرنهايت، ونظام الكلفن. رتبناهم بهاي الطريقة، بلشنا بنظام سيليسيوس، بعدين نظام الفهرنهايت، بعدين نظام الكلفن. نيجي نشوف درجة تجمد الماء عند كل نظام من هاي الأنظمة. نعرف إنه درجة تجمد الماء عند نظام سيليسيوس هي 0 مئوي، بتكون عند درجة نظام الفهرنهايت هي 32 درجة، أما بالكلفن بتكون 273 كلفن. يعني درجة تجمد الماء بنظام السيليسيوس هي 0 درجة مئوية و 32 فهرنهايت و 273 كلفن. أما درجة غليان الماء فبتكون درجة غليان الماء في نظام السيليسيوس هي 100 درجة مئوية و 212 فهرنهايت و 373 كلفن. هلأ
عندي علاقتين بيربطوا لي الأنظمة ببعض. أول نظام بيربط الفهرنهايت مع نظام سيليسيوس، وهو سيليسيوس بيساوي لي، يعني الدرجة اللي بالسيليسيوس بتساوي لي درجة بالفهرنهايت ناقص 32 ضرب 5 على 9. أما النظام اللي بربط لي الكلفن مع السيليسيوس فهو كلفن درجة بالكلفن بتساوي لي سيليسيوس زائد 273. نأخذ أمثلة. المثال الأول، حول القراءة 35 سيليسيوس إلى نظام كلفن. يعني عندي أول إشي هاي بالسيليسيوس، أعطاني إياها سيليسيوس وطلب مني أحولها لكلفن، طلب مني أحولها للكلفن، يعني بدي العلاقة اللي بتربط لي السيليسيوس بالكلفن، وأخذناها إنها كلفن بتساوي سيليسيوس زائد 273. نيجي بنعوض، أعطاني أول قراءة بالسيليسيوس بعوض مكانها 35 زائد 273 فهي 308 كلفن، يعني 35 درجة مئوية بالسيليسيوس هي بتعادل 308 بنظام الكلفن. يجي المثال الثاني، علم طالب أن درجة حرارة غاز محصور في أسطوانة كانت 92 كلفن، أعطاني إياها بالكلفن، درجة الحرارة أعطاني إياها بالكلفن، فما مقدار هذه الدرجة في نظام سيليسيوس؟ طلبها في نظام سيليسيوس، إذا بدي العلاقة اللي بتربط الكلفن مع سيليسيوس وهي كلفن بتساوي سيليسيوس زائد 273، باجي بعوض بكلفن 92 لأنه أعطاني قيمتها 92 يساوي سيليسيوس زائد 273. عشان أوجد قيمة سيليسيوس بطرح 273 من الطرف الأول و 273 من الطرف الثاني، بتطلع عندي سيليسيوس 181 درجة مئوية تحت الصفر بالسيليسيوس. المثال الأخير، ركبت دانا مع أسرتها في سيارتهم الجديدة ولفت انتباهها ظهور درجة الحرارة الخارجية على لوحة القيادة كما في الشكل 6-8 وهي 42 فهرنهايت. هذا المثال من الكتاب، نتفرج على الشكل 6-8 بنلاقي انه درجة الحرارة اللي ظهرت عندي في لوحة السيارة كانت 42 فهرنهايت، فما مقدار درجة الحرارة بوحدة سيليسيوس؟ نيجي بدنا العلاقة ما بين هو أعطاني إياها بالفهرنهايت وطلبها بسيليسيوس، يعني بدي أستخدم العلاقة اللي بتربط سيليسيوس بفهرنهايت وهي سيليسيوس بتساوي فهرنهايت ناقص 32 ضرب 5 على 9، بعوض فهرنهايت بقيمتها 42 وبشتغل على القانون 42 ناقص 32 10 وبنزل 5 على 9 بتطلع معي 5.6 درجة مئوية بالسيليسيوس.